حملة 16 يوم إزاي بتشتغل على القضية بقى على أرض الواقع؟ يعني إيه استراتيجية الحملة؟ شوفي حملة وزارة التضامن، إن وزارة التضامن يعني هي وزارة مسؤولة، يعني المنديت بتاعها أو شغلها بالأساس مع الأشخاص اللي هم والأسر اللي هي الأولى بالرعاية، وبالتالي وزارة التضامن بتحب توسع شوية مجالات عملها. في وزارة التضامن مثلا لو حضرتك خدنا جولة في أنشطة الحملة السنة دي، هي موسعة نطاق موضوع العنف ضد المرأة إلى العنف الأسري مثلا، مفهوم العنف الأسري، وبتناقش قضايا العنف ضد الطفل، قضايا العنف ضد المسنين، الناس لما بتكبر في السن وقد ايه ممكن يكون في برضو قضايا عنف، بيبقى في ممارسات عنف ضدهم، قضايا العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، احنا بنشوف عنف ضد الاشخاص ذوي الاعاقه وداخل البيوت كمان، مش بس في الاماكن العامه او في المدارس، لكن كمان داخل البيوت بنلاقي كمان ساعات الاشخاص ذوي الاعاقه بيتعرضوا لهم. فوزاره التضامن هي في قلب الحمله موضوع المراه والبنات، وخاصه البنات اللي هم في الاسر الاولى بالرعايه، لكن كمان هي بتوسع السكوب عشان تحط مع هذا الموضوع ايضا قضايا زي ما قلت العنف ضد المسنين داخل البيوت، العنف الأسري، العنف ضد الأطفال بشكل عام، لأن آخر مسح صحي للأسرة المصرية 2021 اللي هو طلع من الحكومة المصرية بيقول أن 75% من الأطفال المصريين بيتعرضوا للعنف، وأكثرهم بنات، ثلاث أرباع الشعب، ثلاث أرباع الأولاد، وبنقول على ده أن ده أدب وده تربية، وبيبتدي العنف زي ما بقول حضرتك التنمر والكلام الخفيف انتهاء إلى أنواع كتيرة جدا من الضرب. وأنا كنت لسه بسمع حضرتك كنت بتتكلمي قبل الهوا على موضوع الحضانة، وده شيء طبعا وزارة التضامن بتدينه جدا، يعني إيه، إحنا بنودي أولادنا لمكان مفروض زي ما حضرتك بتقولي آمن، ومفروض ان هو بيتلقوا فيه التربيه والرعايه، وهذا المكان يتحول الى مكان تعذيب واذى. فده يعني بدون النظر الى الوضع الرسمي، لكن بالتاكيد ده شيء مدان على المستوى الاخلاقي والتربوي والانساني، ولا يمكن نتسامح فيه. ده زي ما بيقولوا بالانجليزي التعبير هو زيرو توليرانس، يعني ما فيش تسامح في هذه الموضوعات، وخاصه الخاصه بالاطفال. الحمله الحقيقه هي بتشتغل على اغلب المحافظات المصريه، 27 محافظه. قلتي كمان على الاسر الاولى بالرعايه، لو نوضح للمشاهد مين هم الاسر دول، علشان برضو اكيد اوضاعهم بتكون مختلفه. الاسر الاولى بالرعايه اللي هم بنقول عليهم الاسر الفقيره، واللي هي وزارة التضامن بتخدمهم عن طريق البرنامج الكبير جدا اللي هو برنامج تكافل وكرامة. وفي معايير طبعا خاصة جدا بقضايا الفقر ومعايير الفقر، لأن الفقر بس مش هو بس الفقر الاقتصادي، لكن هو فقر التعليم، فقر المعيشة، فقر المستوى الصحي. عدد الأسر المشتركة في برنامج تكافل وكرامة النهاردة هم 5 مليون أسر، وده طبعا نتيجة للأوضاع اللي احنا عشناها، سواء الكورونا، السنتين بتوع الكورونا كانوا قاسيين جدا، وبعدين دخلنا على أزمة عالمية كبيرة، الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي كل ده فاقم فاتورة الحماية الاجتماعية على بلد زي مصر. عدد الأسر مثلا اللي هي أولى بالرعاية أفقر الفقراء كانوا 4 مليون في 2021، السنة دي زادوا بتكليف من رئيس الجمهورية إن احنا نزود كمان مليون أسرة، بقوا 5 مليون أسرة، 5 مليون أسرة في متوسط خمس أفراد، احنا بنتكلم على 25 مليون مصري محتاجين للحماية الاجتماعية. والحماية الاجتماعية مفهومها مش بس ان انا بديهم دعم، لكن كمان في فلسفة المشروطية، بمعنى انه انا بدي الاسر دي دعم علشان توفر رعاية صحية افضل لاولادها، عشان توفر لهم تعليم، وبالتالي الدعم اللي بتقدمه الدولة في برنامج تكافل وكرامة مشروط بان الاولاد يكونوا بيروحوا المدارس، ونسبه المدارس ما تقلش الغياب عن 80%، ويكونوا بيتلقوا الرعايه الصحيه الاوليه من تطعيمات والكشوفات الاساسيه بالنسبه للاطفال، وخاصه التطعيمات الاساسيه. الحقيقه هم دول، ده تعريفنا للاسر الاولى بالرعايه.